أخبارنا، عاشت قرية بوس حابة ببلدية عين قشرة بولاية سكيكدا أحداثا مأساوية خلفها حريق مهول، حيث تسبب في وفاة شقيقين وإصابة اثنان آخران بحروق متفاوتة الدرجات، ناهيك عن خسائر مادية معتبرة. يقول محمد حمادة. هو بيت عزاء أقيم لشخصين تسببت في وفاتهم النيران التي شهدتها جبال قرية بوس حابة ببلدية عين قشرة غربي سكيكدا. هذه الحرائق التي خلفت كذلك إصابة شخصين أتت على العشرات من رؤوس الماشية بعد أن التهمت 2000 هكتار من الغابات. تمكنت فرق تاعنا من السيطرة على الحريق، وللأسف الشديد سجلنا وفاة ضحيتين حاولوا إنقاذ الأبقار نتاعهم من هذا الإسطبل، وتسبب ذلك في وفاتهم واحد بالاختناق والآخر بالحروق. ما يفوق 2000 هكتار، يعني خسائر كبيره، وفيها يعني خسائر تبع الخواص ما زلنا ما حسيناش فيه، دي فارجي، فيه دي ريش، فيه دي بولاي، وفيه الخسائر. يعني نتاسف ونتقدم تعازينا لهذه العائله الكريمه. ولولا فرار مئات السكان من منازلهم لكانت حصيله هذه الحرائق الكبيره اثقل. كوري لهنا عاود ليتك هما راهو يطلوا بركه ما تقدرش تطفي، وانا عندي سجر من لهنايا، انا في الله عندي سجر من لهنايا، تما راح تنطل البرك ولا غير خاصة شعره، وهذو عند الكوري لهنايا راحوا يطلوا تسمى جاو يهربوا حيت ما تم النار. هي كي تلقاها بلا بغا ب 200 متر هي معاك. انا والله انا في عمري 43 سنه، والله جامي شفت نار كيما هذه. نهضر لك حاجه نقول لك باللي والله ولا غير في الطب في الاخرى، شوف في القدره تلقاه كحل طريق، وحنا كنت نطفيو تما ولا غير في القدرة تلقاه كحل. إذن هي حصيلة ليست كسابقاتها، لأن الأمر وصل إلى حد حصد الأرواح، لذلك فالأمر بات يتطلب حلولا جذرية. المزيد من التفاصيل حول حريق التي شهدته قرية بوس حابة مع أحلام شواربية. نعم، ما الجديد حول هذا الحريق؟ بالفعل عقيلة، إذن هذا الحريق الذي شهدته منطقة بوس حابة في سكيكدا، والذي راح ضحيته كما تبعنا الآن شخصان من المنطقة، أوفد وزير الفلاحة وصيد البحر ممثلا عنه لحضور جنازة الأخوين جويسم، واللذان تسببت النيران في وفاتهما. إذن يتعلق الأمر برئيس مكتب الحماية في المديرية العامة الذي تعهد بعد قراءته لرسالة التعزية نيابة عن الوزير بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحريق الذي التهم أكثر من 2000 هكتار من الغابات لتحديدها ومعاقبة المتسببين فيها. محمد حمد الثانية. سيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أوفدنا لهذه المنطقة باش نقدموا تعازي الوزارة أو الوزير الفلاحة للعائلة اللي كان فيها الضحايا، يعني الله يرحمهم، وكذلك السيد مدير العام اللي قدم تعازي، مدير العام للغابات اللي قدم تعازي في للمكوبين هذو. رانا نشوفوا بعيوننا الكارثة هذه اللي كانت أثرت علينا بزاف، وكانت يعني نتيجة يعني إهمال من بعض الاشخاص، والتحقيقات راهي موجوده وقايمه بها مصالح الدرك الوطني.